فقرة تجميلية بتهم كل السيدات ونصايح وارشادات رح ناخذهم اليوم من ضيفتنا خبيرة التجميل نهى معوض. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. شو الاخبار؟ ماشي الحال. تمام. هيك رح نبدا مباشرة وبسرعة ببعض الارشادات. اذا السيدة عندها اكناء او افرازات بحاجة للاهتمام قبل ما نتوجه لعند الطبيب شو لازم تعمل؟ هلا ببعض من الحالات بتبين الحاله، انا جربت جيب صور. أوكي. اي حاله دغري بتدل على حاله انه هي لازم تروح دغري عند الطبيب. أوكي. لما بيكون الاكني كتار بوجهها وعاملين لها مشاكل مثل التهابات او اثار. اكزاكتلي. بهيدي الحاله نحن ما بندق فيها، هيدي الحاله اللي عم نشوفها. أوكي. ببعض من الحالات بيكون عندها مثلا بوان نوار او بوان بلان للي هن مثل نقط بيض بيكونوا اجمالا تحت العين على راس الخدود. صح. بتحسهم مسكرين ما بينشالوا، بتجرب تشيلهم. هول الاشياء هين كثير نحن عنا نشلها اياهم بالانستيتيو، اكيد مش هي. اوكي. حتى البوانوار للي بيكونوا نقط سود على المنخار او على الدقن وعلى الجبين بيكونوا اكثر شيء. مضبوط. نهى هالافرازات بيقولوا بيكون مرات يمكن ما بتشرب كفايه مي ولا ما بيأثر؟ هول اجمالا لا ما خصهم، بيطلعوا اجمالا للبشره المدهنه اكثر، بعض من البشره الناشفه كمان بيطلع لها. طبعا المدهنه بيطلع لها اكثر من البشره الناشفه. معقده اكثر. كرمال هيك نحن بنقدر نعمل لها اياهم هول السهلين بالانستيتيو. أوكي. مش مضطره تروح على تريتمنت قوايا وتبلش اذا بدك تلبك راسها بجلسه. بجلسه وحده بيروحوا هول بجلسه وحده بيروحوا. لما البشره تكون كثير مدهنه وتركتها ومش مهتمه فيها، بتتذكر اوقات على المناسبات المهمه او قبل عرسها بفتره، بتقول انا هلا شو لازم اعمل. كرمال هيك بنقول قبل بشهرين افضل تتوجه لعنا، لانه اذا كانت بشرتها مدهنه وهاملتها يعني هي فيها بثور زياده عن العاده. صح. ممكن تعوز جلسه ثانيه افضل لبشرتها انه نقسم لها هيدا الموضوع. وحتى ويرتاح الوش كمان قبل يوم العرس، يعني قبل يوم الزفاف. مزبوط. ونلحق نعمل لها جلسه ثانيه للي هي بنقول قبل ثلاث جماع، جمعتين ماكسيموم النتوياج. اوكي. لان بيكون عندها جلسات الاكلابوتي للي هي بتعطيها رونق مثل الجوماج وماسك وجه تضواي. طيب هل من ماسكات معينه لانواع مختلفه من البشره؟ هلا طبعا كل نوع بشره وله ماسكاته. نحن بنساعدها للصبيه شو تهتم بالبيت من بعد ما تعمل نتواياج، او اذا كانت من الاشخاص اللي مش بحاجه لنتواياج هي شو اي ماسك تستعمل. هلا انا اليوم هيك حبيت مرق ماسك طبيعي تعمله بالبيت، لان اليوم اي حدا لو عندها ماسكات كثير بيطلع عباله اوقات تعمل لها زياده طبيعيه. ايه عباله وشي كثير حلو للوجه انه تمرقي له من وقت للتاني. هلا منه براتيك انه ايه. تقعدي تعملي قصص خاصه بالاكل، بدك كثير تنتبهي وتضبي حالك. صح. وهالقصص. بس حبيت ميز البشره المدهنه والجافه بماسك. أوكي. واحد هين. أوكي. للي هو صفار البيضة او بياض البيضة للبشره الدهنيه، عن شرط ينحط معه شويه حامض عصره صغيره. هلا كل ما بتكون البشره مدهنه اكثر كل ما يكتروا شوي الحامض اكثر. اوكي. لانه هو بيشتغل على انه يمتص الزيوت الموجوده بالبشره ويعطي رونق. وشو كمان معه؟ ودقيق الطحين للي بيساعد لهالتكستشر اللي عم تعملها انها تسمكها بطريقه انه لما تحطها على وجهك. وهذا الماسك قد ايه بتتبعه السيده بالاسبوع؟ فيها بالجمعه مره كثير منيح بزياده. وافضل انها تعمل جوماج قبله للي هو بتعرف من إلا بالعربي السنفره. اوكي. نحن ما بنستعملها كثير. يعني سكراب هيك خفيف. سكراب مضبوط. اوكي. وللبشره الجافه؟ للبشره الجافه كمان شيء هين كثير، حضرت لهم الافوكا مع زيت الزيتون. للي كثير سهل انك تمعسي الافوكا وتزيدي لها زيت زيتون، البشره الناشفه كثير كثير بتتغذى منه. اوكي. تحويلها لعيون ما من قريب؟ لا ما من قريب كثير حويلها لعيون، دائما منها باعت سنتي. للعيون بننصح بالخيار، الخيارة فيها تعصرها بميتها، تحط الكوتون تبللها وتحطها على داير العيون. أوكي. هولي زيادة للإكلاء إذا ما بدها تستعمل ماسكات الخاصة. كمان بنسمع كثير بمرات بيقولوا حطي موارد بالفريزر على كمان على قطن وحطيهم كمان كماسك على عيونك، بيفيد كثير. مزبوط. هلا بالبراد بزيادة، لأنه إذا بالفريزر وتلج وأوقات التلج بيعمل مثل الحرق إذا زاد. أوكي. كرمال هيك منفضل بالبراد بزيادة. أنا هيك بلاقي طبعا أنه أنا عم بضحك لأنه عم سألوا علي، قال أنه اسم الله خبيرة يعني. لا أنه يعني ممكن قالوا لك البراد أو شيء، أو ايه؟ إذا بدهم ما قالوا جلادة دايما يعصروا فيهم يحطوا بالتلاجة ويشيلوها قبل بوقت. بعدين يشيلوها قبل بوقت ويستخدموها. بس الدوب طبعا. طيب إذا بدنا نعمل تتواج شو قبل شو؟ يعني مثلا بطاقس
مظبوط، وخاصة بس يكون عندهم مناسبة بتقلي بدي أعمل شو، بدي بلش قبل شو. إيه؟ غير هالصورة هون عم نشوف يمكن على زرع الحواجب. اوكي هلا بجهزوا لنا نرجع على صوره تفضلي نهى الحواجب اللي فيها التتواج الستابس. طبعا التتواج هيدي الصوره، التتواج قبل ليه؟ لانه اوقات السيده بتكون مش بحاجه لتجدد البوتوكس، بتكون اوريدي بعد عندها عامله اوريدي وبعد فيه، فمش بحاجه تجدده، بتعمل ساعتها التتواج عادي، ما بيرسم الرسمه ما بنتاثر. بس انا بفضل دائما وبرجع بكرر انه قبل ما الشخص يعمل بوتوكس نشتغل على العضل الطبيعي، لانه البوتوكس اوقات بتتفاعل ميلي اكثر من الثاني، فنحن ما بدنا نلحق كيف البوتوكس شغل عضل غير عن عضل. منتطلع بالحاجب بنشوف شو اللي انسب تيضوي النظره وبنشتغل، ان كان على التصليح وان كان اول مره مثل الحاجب اللي فوق. أوكي. شو ما كان التصليح بنقدر نخلصه بجلسه وحده. هيدي كمان للي ما سمع هيدا الموضوع قبل بمرات حكيت عنه، انه اليوم عم نسمع كثير بنشيل التاتو وبنرجع بنعمل تاتو فوقه جديد، خاصه بموجه الشعره شعره اللي عم ينعمل هلا. ما ببين مزبوط اللي عم ينعمل هلا بستيلو مثل الكتر. صح. هيدا للي انا مني معه لانه بضاين شهرين وثلاثه ماكسيموم وما بيلقط فوق شخص عامل تاتو او جلدته شوي تعبانه. اوكي. كرمال هيك التاتو شعره شعره افضل، وكل الاشياء والتصليحات بجلسه وحده بلا ما نعيد على المطرح كذا شغله. كيفيه؟ سوري بس بدي اسال شغله، في صبايا يمكن بحبوا كل فتره يغيروا بالتتواج تبعولون، يمكن تنصحيهم ساعتها يعملوا بهذا البانسو صح؟ انا التتواج بحد ذاته ما بنصح انه كثير الواحد يطلع عليه يغير، عم نعمل شيء كلاسيك بيلبق لك وبضاين وبيكون الموديل ما كثير وبضاين ضمن ما الجلده ما نتعب لها مسماتها تضل تقدر تستقبل كل فتره. اوقات اذا كانت عامله حتى تتواج غلط بفضل الا لازم تريحي شهرين اوقات ست اشهر. صح. في اشخاص عم يستعملوا الاسيد مثل ما حكينا مره للي هو بيقولوا لهم برودوي بيشيل وهالقصص، عم تحترق الجلده، عم بتصير ما بيسوى هلا ترجعي تعملي عليها. كرمال هيك بدنا ننطر تجلدي، وافضل الاستشاره دائما بنقول مجانيه هي يعني نوصل لها الفكره قد ايه هو مهم انه نشوفك كرمالك وكرمالنا وبدون اي ضرر. طب ندخل شوي الى كيفيه رسم الحواجب، بركي بنعمل هيك مزبوط هيدي للاشخاص جوله على التولز او مزبوط. الادوات كثير لانه بيسالوني وكثير في اشياء نزلت بالسوق اشياء موجوده. صح. ما بيعرفوا شو الفرق بيناتهم وبيضيعوا شو اللي بدي اجيبه ليسهل علي وشو اللي ضاين كمان ما هيك يجلغم. مزبوط. اوقات بتجيبي القلم انت وعم بتجربيه او عم بجربوا لك اياه بتلاقيه رائع، بس توصلي على البيت بعض من الاوقات بيساعدك بعض من الاوقات بلبكك وما بتعودي عم تعرفي شو السبب، او للي هو الشادو للي خصوصي للحواجب. صح. رح نفسر شوي شغله قبل بمره مش حاكيم فيها، للي هي انه اليوم بشرتك اذا كانت مدهنه ما بدك تجيب القلم اللي بيشخط بسرعه هيك وبيكون فيه اويلي تكستشر ويلوز يعني هيك دغري يعني بيشخط وما بينشف بسهوله. هيدا مش للبشره المدهنه، وهيدا ما بينحط على الجلد اذا كان مثلا الواحد تنعتبري بيعرق كثير، ما فيها تستعمل هيدي التكستشر الست، بدها تكون بشرتها ناشفه تقدر تمرق هيدا الاستيلو وينشف وما يزعج ويكون ووتر بروف باغلب من الاوقات. أمين. اللي بيشخط بسرعه. أوكي. انما اللي بيجي باودر تحت بينحط بالريشه او القلم اللي بينبرق اجمالا للي هو بيجي ناشف. شوي ناشف اكثر، هو كثير بيناسب البشره المزيته او الاشخاص اللي بتحط اكرام وما بتحط باودر على وجهها، او بتحط كريم النهار وما بتحط باودر. صح. فبتكون البشره مرطبه يعني طريه. فهون افضل نحط القلم ساعتها اللي ما بيشخط على البشره الناشفه وبلا شيء، بيشخط على البشره اللي يا هي مزيته يا بتحطي كريم او اكران عليها. أوكي. بيكون طري بيشخط دغري وبيضاين ساعتها اكثر من ما تحطي الطري. ان شاء الله تكون وصلت الفكره. وصلت أكيد. اكيد هون لكن زرع الحواجب. هيدا زرع الحواجب. ليش دائما عم بتكون فاشله هالتقنيه هيدي؟ لانه لهلا انه انا للي كل يوم بقول لهم بتروق وبتغدى وبتعشى حالات بالحواجب قد ما كل كوارث مش حالات كوارث. فمشان هيك بقول لهم لهلا لو انا لقيت انه هيدي التقنيه ناجحه كنت انا اول شخص بناسبني اتعامل مع هدول مع الطبيب اللي بيزرع حواجب وبنعمل احلى كومبينيشن مع بعض انه نعطي ريزلت رائعه. صح. بس للاسف مع تفسير الاطباء المختصين بهذا الموضوع ليش الشعره بتوقف، لانه الجلده بدها ترجع تختم مطرح ما قدحوها وزرعوا الشعره،
فلو هن زرعوها نايمه للشعره وعطوك ريزالت حلوه، بس الطيب الجلدي تصح بدها تسكر المسام مثل اي جرح بتجرحيه، بتعرف تمشي على ذوقها، بتنعصر مثل كانه عم بتسكر القنينه على الشاليمون، كيف بيروح؟ صح، كل مره بيروح باتجاه، فهيدي الشعره كل شعره بتفتح على حسابها وبتروح بالاتجاه اللي هي بدها اياه، بصير عندنا هيك نتيجه، فعم ناخذ هي النتيجه. وما بتنزرع الا الشعره القاسيه حتى تعيش، الناعمة ما بتنزرع وما بتعيش ولا بتدوم، فتخيليها قاسية وفاتحة على حسابها وبتطول قد ما إذا ما قصوها قد ما بدك. فتخيلي إذا تركتها شوي كيف صارت، وإذا قصتها واقفة، وأوقات عم تضرب الوبرة الطبيعية أو الشعرة الناعمة الطبيعية وعم تقضي عليها، عم بيصير مثل هون الصبية اللي هالمال كان عندها وبر اختفوا بقيوا الشعرات القاسيين، يعني حرام كارثة. طب للعيون لمين بتنصحي بالايلاينر الثابت؟ الايلاينر الثابت بننصح فيه لكل سيدة رموشها قلال وشقر وعيونها نظرتهم باهتة بسبب ضعف رموشها، وهي من الأشخاص للي ما بتحط ايلاينر كل يوم، ما إلها جلادة ولا حتى بتحب تركب رموش ولا بتحب تبرم رموشها، يعني ما بتحب تهتم فيهم، ما عندها وقت ولا هي بتحب هيدا الكوتيل اللي هو مكياج أو قصص. لهالاشخاص افضل لهم يعملوا ايلاينر حتى يعطوا رونق للنظره. كل الحالات الثانيه، يعني اذا كانت الصبيه بتقدر تبرم رموشها اللي هو كثير سهل، نص ساعه من الوقت نحن بتعرفوا طبقنا هالتقنيه قد ايه بتعطي جمال زايد وبتظهر جمال للعين، طالما قادره تعطي نص ساعه كل ثلاث اشهر لتبرم رموشك اوريدي اعطيتي رونق، طالما انت عندك وقت لتحطي السيروم اللي هو على شهر ونص بقوي مثل الصبيه اللي فوق استعملته ورجعت برمت، بقوي رموشك الطبيعيه بشكل رائع، انت مش مضطره تعملي ايلاينر. بيستغربوا كيف بقول لهم هيك، بيكونوا اوقات جايين يعملوا تاتو ايلاينر وبلاقي انه رموشهم بيقدروا يتحسنوا كثير وقادره تاخذي الرونق بلا تاتواج ايلاينر، فبقول انا انه بقول لها اشتغلي على رموشك لتاخذي الرونق، لان اوقات عبالة الصبية يبين جمال عيونها بس بالرموش وتبين مش حتى ميك اب، الا اذا انت كنت من الصبايا ومن الاشخاص اللي بتحبي على طول الايلاينر موجود، وعدم وجوده بيعمل لك كآبه، بيتعبك نفسيا، مثل ما انا شخصيا الماسكارا اذا مش حطيتها بقول لهم بحس حالي تعبانه كاني ظاهره بال شو بقول لك يعني بالقلشين برات البيت، خلص بحس حالي لانه يمكن عيوني ملونين، فبحس الماسكارا خلص بس بتتعود برتاح بتتعودي وصايره بتعرف شو بدها، يعني شو اللي بيريحها اكثر. فكرمال هيك هول الاشخاص اللي ما بيرتاحوا الا بلا ايلاينر ساعتها يعملوا تاتواج. اوكي، الشفاف والابتسامه، وهون هون اول شيء الشفاف الايديال، لما الشفاف يكونوا مثاليه وحلوين واخذتي كل شيء لازم تاخذيه كشكليا تنقول ما عندك ديفو بوجهك ابدا. اوكي، هون عم نشوف بنمبر 1 شفه، اول شفه انعملت التتواج والشفه التحتانيه مش معمله بخلال الجلسه. الثاني صوره هي اول ما خلصنا التتواج، هيدا التتواج للي ثالث صوره بنشوف النتيجه كيف طلعت بعد هوني 4 أيام على القد كانوا قشروا وخلصوا. هيدا اللون شو استخدمنا هون؟ هيدا بيبي بينك كليبس للي هو التتواج للي ما بسكر على الشفاف. أوكي. يعني هيدا بعمله بطريقه بدخل الكلر بشفافك بلا ما سكر لك على لون شفافك الطبيعيه، يعني ما بدخله حلو بكل المطارح. حلو اللون وشو ناتشرال كثير حلو. وعم نشوف على الميل الثاني اي اشخاص فيهم يعملوا البيبي بينك ليبس دغري للي هون عاملينه بالصوره. اوكي، بنشوف الشخص للي دقنه صغير وتمه اقرب من دقنه سبق وحكيت عنه اورالمون قبل. حبيت هالمره فرجي الصوره لتوصل الفكره انه اليوم اذا ما عندك دقن مثل الصوره اللي تحت وشفافك هن لقدام، انت من الاشخاص للي بتكبري شفافك اذا بدك تكبريهم بالكونتور الناتورال وبترجعي تعملي البيبي بينك ليبس وما بتفكري بحياتك تنفخي شفافك. أوكي. لانه بيصيروا شفافك اقرب بعد، بيصير دقنك لورا اكثر بعد، فبيصير الفورم الوجه بس فيها هلا في كمان تقنيه انها تعبي شوي دقنها وتبرزه اكثر. هيدي ضروريه للاشخاص اللي هيك. انا كثير بنصح فيها. صح. بس مش يعني بترجعي بتقربي تمك لقدام لانه بتكوني عم بتحلي بروبلم ما بدي ارجع فيه. مزبوط. واذا ما كان بدها تعمل دقنها فما بدها تزيده. اوكي، الصوره اللي فوق هي الاوبوزيت عن الصوره اللي تحت للي دقنها لقدام وشفافها اصلا لورا، يعني الجانسيف هي اصلا لورا،
هي من الاشخاص للي لازم تنفخ شفافها اذا بدها تكبرهم، مش بالكونتور، انما تدخيل اللون عليهم ما بيفرق ان كان قبل ولا بعد، ان كان بدها تنفخهم ولا ما بدها تنفخهم، لانه هو لون يعني مش أكثر، لانه هو لون هيدا بس ما لون. شكرا لك نهى لكل هالمعلومات التجميليه، انبسطنا كمان شفناكي. انا كمان قريب اذا الله رد، فاصل اعلاني ونتابع.